السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بهذه التغطية الخاصة المستمرة عبر قناة الأيام الفضائية لعملية طوفان الأقصى. طوفان الأقصى مستقبل شعوب هذه المنطقة، أما الانتصار أو الهزيمة، أما الحياة أو الموت تحت رحمة الكيان الصهيوني. هذا الكيان المغتصب المستمر منذ عقود ليستمر حقيقة بالمجازر المستمرة والحروب والتهجير والاعتقالات والقتل العشوائي إلى غيره. اليوم هذه القضية ما تمثل فقط القضية الفلسطينية، اليوم تمثل هذه القضية العربية والقضية الإسلامية. للأسف شاهدنا بعض الأنظمة العربية خاصة تخاذلت بهذا الموضوع، ومستمر التخاذل منذ سنوات، بل هنالك بعض الأنظمة مالت ميول واضح إلى الكيان الصهيوني على حساب القضية الفلسطينية ومصلحة الشعب الفلسطيني. طبعا أحبتي المشاهدين، قبل ساعات قليلة عقد مؤتمر جامع لقادة وزعماء عرب وأجانب وممثلين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، اجتماع طارئ في القاهرة، وأيضا كان ممثل العراق دولة رئيس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني. كثير من التفاصيل صارت بهذا المواضيع. طبعا راح نناقش اكيد هذا المؤتمر اللي صار، نناقش اليوم الوضع الانساني في غزه، نناقش اليوم ايضا التغيرات الكبيره اللي قاعد تحصل بالمنطقه خاصه بالمواجهات العسكريه ضد الكيان الصهيوني. طبعا نرحب بضيوفنا الاكارم الاستاذ خالد الطائي الخبير الاستراتيجي. اهلا وسهلا بك استاذ خالد. اهلا وسهلا. اكيد اهلا وسهلا بك. واكيد عبر السكايب الدكتور اسامه دنوره الباحث بالشان السياسي من سوريا الى ما يجهز، ايضا راح نجدد عليه الترحيب وراح يدخل معنا في هذا النقاش والحوار المهم. دكتور خالد، استاذ خالد عفوا، انه اهلا وسهلا بك وجدد الترحيب بحضرتك. اريد ابدا وياك بالمؤتمر اليوم اللي صار، او الاجتماع الطارئ لقاده وزعماء المنطقة وبعض الدول، أيضا شاركت دول من الاتحاد الأوروبي ممثلين عنهم. أبدأ وياك بكلمة دولة رئيس الوزراء السيد السوداني، اللي حقيقة أعطى الحق الكامل للمقاومة الفلسطينية بالدفاع عن حقوقها. ذكر مصطلح مهم جدا، أنه العراق يرضى بدولة فلسطينية وحدودها القدس الشريف، عكس كثير من القادة اللي ذكروا انه يرضون بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. اليوم رأيك بالموقف العراقي بهذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم على الضيف العزيز الى ان يجهز وعلى المشاهدين الكرام. بداية نمر بمنعطف خطير جدا ومنعطف حساس. احنا المقاومة الفلسطينية هي لن تتوقف منذ وعد بلفور المشؤوم ولحد هذه اللحظة، ولكن كان طوفان الأقصى هو الانطلاقة وهو العودة لتفعيل قضية فلسطين. احنا من نتحدث عن قضية فلسطين نتحدث عن قضية عقائدية، نتحدث عن شعب سلب حقه وانتهكت مقدساته وانتهك حتى أبسط حقوق الإنسانية. طوفان الأقصى هذه النقلة حفز أو الكثير على أن يكون هناك مواجهة حقيقية مع هذا الكيان المحتل. وكما تحدثت قبل لحظات، هذا الطوفان أزال الأقنعة عن كثير من كان يدعي أنه مع المقاومة الفلسطينية. ولاحظنا أنه بعض، للأسف بعض ما يسمى بالحكام العرب الذين لم يكن لهم موقف سابقا مشرف ولا لحد هذه اللحظة لمساندة الشعب الفلسطيني، وهو يتعرض إلى أبشع نقول جرائم إنسانية وحشية لم ترتكب على مدى التاريخ. كان المفروض أن يكون هناك اجتماع قمة عربي بقرار موحد وبشجب ويعني يفوق الشجب العادي، باعتبار ما يحدث هو اليوم هو إبادة للشعب الفلسطيني، وما يتحدثون عنه هو إبادة لشعب غزة. الموقف العراقي وكما هو معروف سابقا وحاليا ومستقبلا مع القضية الفلسطينية، دائم للقضية الفلسطينية. فالسيد رئيس الوزراء في حديث سابقا كان له نحن مع المقاومة ونحن مع شعب فلسطين،
ونجهز لأن يكون الشعب لفلسطين دولته الحرة الأبية. واليوم أكدها بهذا المؤتمر أنه العراق موقفه ثابت من القضية الفلسطينية، وما يتعرض إلى الشعب الفلسطيني يجب أن يكون هناك ردة فعل عالمية وأقليمية ومحلية. لكن للأسف نعم، هذا المؤتمر كان نقول جيد بإئتمار سلام، ولكن لم يرقى إلى ما هو مطلوب منه، لم يرقى إلى الطموح. كنا نتأمل أن يكون هناك قرار ثابت وقرار قوي ينكل بإسرائيل، ينكل بهذا الجرائم ويدعو، أما الوقف وأما هناك سوف تكون قرارات حاسمة كما تحدث على بعض الدول اللي بأقل من ما يحدث تتعرض إلى عقوبات وتتعرض إلى مقاطعات. لكن نلاحظ وللأسف أنه هذه الجرائم وهذه الانتهاكات للأسف العالم الغربي منها أمريكا وبعض الدول التي تحذو حذوها تشجع إسرائيل على هذه الجرائم وتعطيها الدعم، وهذا يدل أنه اليوم حتى أمريكا كشفت القناعة عنها أنه أمريكا هي راعية للأرهاب وليس ضد الأرهاب. أمريكا هي أول من يحارب الإنسانية، ودليل أنه كلام بايدن إحنا مع شعب إسرائيل يعني مع المحتل. زين أين قرارات الأممية اللي أنت جاي تتبناها؟ نعم. مع هذا الكيان الغاصب الذي أبسط ما تكون إنساني هو قصف مستشفى راقدين بها مجموعة من المرضى، هؤلاء كان يحتاجون إلى دعم، يحتاجون إلى رعاية، أنت بدل ما تجب تدعم هذا الكيان المغتصب والكيان الذي أصبح وعلى مستوى دولي وعلى مستوى عالمي يتبجح بهذه الجرائم. نعم. اليوم شعب غزة يتعرض إلى عبادة جماعية، وعلينا أن يكون لنا موقف. المقاومة أخذت موقف حاسم اتجاه ما يحدث في غزة واتجاه إسرائيل، وعلى الاستعداد الكامل أن تخوض هذه المعركة اللي ادعى نتنياهو المجرم والسفاح بأنها سوف تكون حربا طويلة الأمد. المقاومة سوف تكون لها، ونحن نلاحظ وبإذن الله هي نهاية إسرائيل في هذه المعركة إن شاء الله. طبعا انتقل من الأستاذ خالد إلى الدكتور أسامة دنورة عبر السكايب، الباحث بالشأن السياسي من سوريا. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بكم، تحية لكم ولجميع المشاهدين على قناتكم الكريمة وللضيوف الكرام، والرحمة على أرواح الشهداء. شباب الكنترول ممكن الصوت يعلى، صوت ناسي مكان. طبعا دكتور أسامة أريد أسألك على موضوع اليوم، قمة السلام مثل ما سمتها اليوم جمهورية مصر العربية اللي دعت إلها قادة، هل قمة تعتبر قمة مثل القمم الباقية بالسنوات الماضية اللي وصل اليوم الشعب العربي شعوب المنطقة يستهزئون لما تعقد هذه القمم في ظل هذه الأزمات، هل ممكن بيها نتائج إيجابية اليوم للشعب الفلسطيني؟ طبعا بعد التحية لكم وللسادة المشاهدين جميعا على قناتكم الكريمة. الحقيقة أن هذه القمة من حيث الشكل، من حيث ما ألقي فيها من كلمات، هي فوق المعتاد. يعني هناك مواقف تم اتخاذها جيدة بالمعيار المعتاد، وخاصة في الظرف الحالي الذي كان هناك فيه صمت عام تجاه الجرائم الإسرائيلية. ولكن هل هذه المواقف كافية؟ سمعنا كلاما جيدا وكلاما متقدما مع بعض زعماء العرب، ولكن هل هذا سوف يصرف بشكل ضغط فعلي على الكيان الإسرائيلي؟ هو بكل تأكيد ضغط دبلوماسي وسياسي، هذا لا ننكره، ولكن متى كان الكيان وخاصة في حالة الاستشراس الدموي التي يقوم بها اليوم وحالة عذرا دكتور أسامة، عذرا أتوقع أكون خلل بموضوع الصوت، لا أني ولا الضيف قاعد نسمع كلام الدكتور أسامة، بما أنه يجهز دكتور أسامة ويجهز الصوت ويصل إلينا للضيف وإلي على مود حتى نقدر نتداخل بالحوار مع الدكتور. ارجع مع الاستاذ خالد الطائي. استاذ خالد، مثل ما تكلمنا انه حديث ممثل العراق وهو دولة رئيس الوزراء السيد السوداني كان حديثا مهما، حديث تكلم اليوم ونقل الواقع، الشارع العراقي، المجتمع العراقي، الشعب العراقي، انه هذه طلباتنا بالقضية الفلسطينية. والجميل انه بالموقف العراقي هناك تناغم بين الحكومه وبين الشعب بالمطالب بهذا الموضوع. ولكن عموما كقمه، هل نفس القمم السابقه
اللي الشعوب العربية دائما تستهزئ بها لما تصير، وخاصة في الأزمات، إنه دائما ماكو حلول، يجتمعون تعاركوا ببياناتهم، واحد ذب كلمة للثاني وخلص وخلصت، ولا أكو دعم للقضية الفلسطينية ولا أكو قرار يفيد القضية الفلسطينية. أستاذ ظفر، إحنا نقول هي المؤتمر صراحة لم يكن ملبي للطموح، ولكن لا بأس أن تعقد هذه المؤتمرات لكشف جرائم الكيان الصهيوني البشعة. يعني تحدث كثير من ممثلين الدول وممثلين منظمة إنسانية على ما يحدث في غزة من جرائم بشعة، وكان دور حساس ومهم لدولة رئيس الوزراء السيد السوداني بأنه يجب أن يكون هناك موقف حازم اتجاه هذه الجرائم، وعبر عن موقف العراق المتناغم مع الجماهير. لاحظنا عدة تظاهرات حصلت في بغداد، صحيح، وهذه التظاهرات كانت كلها تدعو وبشكل حازم إلى وقف هذه الانتهاكات وإلى المشاركة الفعلية، وأيضا المقاومة بالعراق أعلنت جهوزيتها في حالة استمرار هذه الجرائم البشعة لأن يكون متطوعين. يعني أول مرة الرأي الجماهيري للمقاومة كان حالة التطوع، وكثير من أبناء شعبنا العزيز هم حاليا على الحدود بين العراق سوريا والعراق للسماء، العفو بين العراق وسوريا للسماح لهم أن تكون هناك مشاركة، وقد استشهد أبطال عراقيين، صحيح، على ساحة غزة، وهذه ليس المرة الأولى. معروف عن العراق وهناك مناطق في فلسطين تشهد للجيش العراقي بمشاركته الفعالة في محاربة الاحتلال الإسرائيلي هذا الكيان الغاصب، وعلى إسناد المقاومين العراقيين بالمقاومة ضد هذا الاحتلال وتحرير فلسطين. فلسطين لدينا هي محور قضية أو محور نضالنا لحتى التحرير، واليوم ولجميع أصبح لدينا شعور أن إسرائيل على وشك النهاية نتيجة الإرباك الموجود اليوم في الحكومة الإسرائيلية. أستاذ خالد، بما أنه تكلمنا على أنه إسرائيل قريبة من النهاية، إذا اليوم إذا نقدر نحلل الوضع السياسي اليوم، هل إسرائيل صارت عبء على الدول الكبرى، على الولايات المتحدة الأمريكية، على الاتحاد الأوروبي؟ لأن مثل ما تعرفوا هم مشغولين كانوا بأزمة أوكرانيا وروسيا، وطلعت لهم النوبة أنه إسرائيل محتاجة. هل إسرائيل صارت عبء عليهم؟ اليوم أصبح هناك ترابط بين أوكرانيا وبين إسرائيل، باعتبار وكما تحدث بايدن بشكل صريح، نحن نستخدم ذخائرنا في المخازن لأوكرانيا بدعمها ونستبدلها بسلاح حديث وعنه، وكأنه أوكرانيا أصبحت هي مجرد تفريغ للترسانة الأمريكية لحتى تدمدها بالأموال التي هي أصبحت اليوم في أزمة اقتصادية تعاني منها أمريكا. وحتى أمريكا لاحظنا خطاب بايدن الأخير وعبارة عن توسل بالشعب الأمريكي أن يقف مع الحكومة، توسل بالشعب الأمريكي أنه يجب أن ندعم أوكرانيا وإسرائيل. يعني اليوم ارتبطت أوكرانيا مع إسرائيل في قضية واحدة، ودائما يحاول يعلل أنه ما يحدث في أوكرانيا وإسرائيل هو نتيجة دعم دول مهمة، ودول مثل روسيا واللي يتحدث بشكل صريح، نعم، أنه إيران هي الداعم الفعلي لهذين لروسيا وللمقاومة الفلسطينية فعلاً، لحتى يكون انهاء لهذا الوجود الإسرائيلي القبيح على أرض العرب، وكذلك، نعم، في أوكرانيا، لأنه أوكرانيا حالة تمرد على إسرائيل عفوا على روسيا، ولاحظنا، نعم، أنه على مدى سنين ولا يوقف هذا النزيف لدعم الدول الأوروبية اللي هي صاحبة المصالح المشتركة في أن تبقى هذه المعارك في أوكرانيا وإسرائيل. نعم أستاذ، نعم أستاذ خالد، أرجع مع الدكتور أسامة النور الباحث بالشأن السياسي من سوريا. أهلا وسهلا بك دكتور أسامة من جديد. أهلا وسهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا دكتور أسامة. قمة السلام التي عقدت الآن في هذا اليوم في القاهرة، هل تتوقعون بها مخرجات لمصلحة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، ولا لو تشوفها كالعادة مجرد الكلام الشائع، قادة وزعماء الدول تتكلم وخلاص القرار بيد الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية؟
طبعا بعد التحية لكم وللسادة المشاهدين جميعا، أعتقد أن ما يتعلق بالخطابات واللهجة التي استخدمت خلال هذه القمة هي ذات مستوى مقبول ومرتفع من عدد من الزعماء العرب. يعني كان هناك سوية عالية للمواقف السياسية، ولكن من ناحية أخرى هل تكفي المواقف السياسية؟ هذا الخطاب يعني على أهميته، نحن لا نقلل من شأن الضغط الدبلوماسي والسياسي، له نسبة في التأثير ولكنها دائما تكون قليلة جدا، خاصة في حالة الاستشراس العدواني الدموي الذي يقوم به الكيان. لا بأس، لا ضير من هذه المؤتمرات، وأن نجمع رأيا عاما بقدر الإمكان حول الموقف المصري الذي يرفض موضوع الترانسفير، وحول الموقف الأردني الذي يرفض تصفية القضية الفلسطينية، ولكن هذين الموقفين على أهميتهما كيف سوف يترجمان إلى أرض الواقع؟ الحقيقة أعتقد أن الترجمة الحقيقية لا تكون إلا بالقوة، لأن هذا الكيان منذ إنشائه لا يفهم إلا لغة القوة، وهو يثبت هذا الأمر يوما بعد يوم. نحن في كل مرة نجد يعني أن هناك جريمة، نتذكر هنا ما حصل عندما قام متطرفون يهود بإحراق المسجد الأقصى. آنذاك جولدا مائير قالت أنها اعتبرت هذا يوم أسوأ يوم في حياة إسرائيل، لأنها سوف تباد في يوم آخر، واليوم التالي قالت عنه أنه أفضل يوم في حياة إسرائيل، لأن أدركت أن هناك تقاعسا من قبل الحكومات عن مجاراة شعوبها. لذلك حقيقة أنا أعتقد التعويل الحقيقي في تعديل كفة الميزان لمصلحة الشعب العربي الفلسطيني هو منوط بمحور المقاومة ومحور المقاومة فقط. هذا الأمر يعني تثبته الوقائع على الأرض، وتثبته حالة الرفض الإسرائيلي للانصياع لكل الضغوط العالمية. وهنا نحن الحقيقة لا يمكن أن نعتب على الأمريكي والأوروبي، لأن هؤلاء عمليا هم الذين أتوا بالكيان لكي يحارب بالنيابة عنهم عندما انتهى الاستعمار القديم في نهاية أربعينيات القرن الماضي. أنشأوا الكيان لكي يكون قاعدة متقدمة لكي تحارب بدلا عنهم، وبالتالي قاعدتهم تضرب، لا نتوقع منهم أكثر من ذلك أو أقل من ذلك. ولكن التقصير الحقيقي يأتي من العرب. العرب هم الذين بإمكانهم، يعني أنا متفاجئ جدا سيدي الكريم، وأين هذه الأنظمة التي أنفقت على خراب سوريا 130 مليار دولار واعترفت بذلك بتمويل المجموعات الإرهابية؟ هل تجرؤ على إرسال طلقة واحدة بغض النظر عن الموضوع الطائفي؟ أرسلوا إلى حماس يا أخي، أرسلوا إلى الجهاد الإسلامي إذا كنا سوف نأخذ الأمر طائفيا. ولكن حقيقة أذيال للاستعمار الأمريكي والإمبريالية، وليس لديهم القدرة على أن يرفضوا ولا 1% من السياسة الإسرائيلية، إلا يدخلون بدور الوسيط، كأن الشعب الفلسطيني اليوم هو بحاجة من العرب لأن يكونوا وسطاء. الوسطاء كثر، التركي اليوم الذي كان يتبجح بمناصرة القدس والقضية الفلسطينية ينفع وسيطا، لا ننتظر منه أكثر من ذلك، ولكن أن يكون العرب في دور الوسيط هذه دكتور يعني دكتور الحقيقة عذرا للمقاطعة، عذرا للمقاطعة، تركيا مو هي نفسها كانت تفتح حدودها لإدخال الدواعش إلى سوريا بما كان يسمى الثورة طبعاً السورية؟ بكل تأكيد. ليش ما يدخلون اليوم المجاهدين إلى لا فلسطين؟ أتوقع من أردوغان أكثر من ذلك، أن يكون وسيطا، ولا أعتب على أردوغان لأن هذه دولة في الناتو، ولكن أعتب على الدول العربية التي تترك أخاها يذبح، في حين أنها دفعت عشرات ومئات المليارات لتدمير سوريا والعراق ولتمويل داعش، وكانت تطلق في إعلامها الموضوع على داعش اسم تنظيم الدولة، في حين كان كل العالم يقول داعش الإرهابي، كانوا يسمونه تنظيم الدولة، وهذا الأمر معروف تماما يعني لمن يريد أن يعود إلى التوثيق وإلى التاريخ القريب والقريب جدا. هؤلاء طبعا بيطلع بيقول لك انه والله، يقول لك انه اذا والله اخذ هذا الموقف سوف يصنف على لائحه الارهاب. طيب معناها انتم لا تتطاولوا على ايران، لا تتطاولوا على الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، لان اهل الكرامات لهم علامات. من لا يستطيع ان يدفع ثمن القضيه بالضغط وبالحصار وبالتجويع لا يدعي انه حريص ولا يتاجر باسم هذه القضيه في محطاته الفضائيه. من اراد ان يكون اهل لهذه المهمه عليه ان يدفع التبعات، اما من اراد ان يكون منافقا فنفاقه سوف يكشف ان عاجلا او اجلا. نعم، اعود مع الاستاذ خالد. استاذ خالد، دكتور اسامه يعني حقيقه تكلم بموضوع ممكن اغلب الاعلام ممكن ناسي بهذه القضيه. هؤلاء الأشخاص اللي كانوا يلبسون أحزمة ويدخلون إلى سوق شعبي في العراق أو سوريا أو مدن أخرى
ويضغط على الحزام ويستشهدون 100 ويصيح الله أكبر ويريد يتغدى ويا الرسول ويتعشى ويا الرسول. تنظيمات القاعدة وجبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية وينهم من قضية فلسطين؟ هل اليوم هذا اليوم نعتبره أنه دليل أن هذه الجماعات الإرهابية أسست ودعمت من اليوم من الغرب؟ أستاذ ظفر، تحية للأستاذ أسامة وأشكرك على أن نبهتنا إلى ملاحظة مهمة وهو داعش، وإحنا كنا نعلم أنه إسرائيل هي من خلقت داعش والدول اللي لديها مصالح مع إسرائيل. إحنا من قاتلنا داعش قاتلنا إسرائيل ومن وراء إسرائيل. فمن كانت داعش تفجر بالعراق، وتتذكر أنت اليوم الأربعاء الأسود والخميس الأسود والعفو الدامي والأحد الدامي، وأسواقنا تفجر ونساءنا وأطفالنا تمزق أشلاءهم، كل هاي كانت والله شنو بدواعي أنه تشويه الإسلام بذريعة وبمخطط يهودي إسرائيلي من خلال هذه العناصر اللي المنحرفة. فانتصارنا كان هو أول انتصار على إسرائيل وعلى ذيول إسرائيل في المنطقة. وقبل فترة كان أكو حديث لأحد وزراء الخارجية الخليجيين قال إسرائيل تخشى العراق، ونحن من ساعدنا بإسرائيل أن نضعف العراق، وخاصة بعد سقوط نظامها السابق عملنا في كل جهد وسخرنا كل إمكانياتنا لإضعاف العراق، ولكن نتفاجئ أن قوة العراق وسر وجودها في أهلها وصمودهم وإصرارهم أنهم أصحاب عقيدة وأصحاب دين. نعم، داعش كانت هي الواجهة لإسرائيل، واليوم نحن مع المواجهة الحقيقية لمن كان يصنع داعش وهي إسرائيل وأمريكا. فكان النصر نعم. الأول، وإن شاء الله مقبلين على النصر الثاني. أما للأسف بعض الرؤساء الدول، هذا من يغلق معبر وذاك من يفتح قواعد لطائرات حتى تمزق أبنائنا وأعزائنا في غزة، هذه الموافق يسجلها المواقف يسجلها التاريخ، وكما سجل سابقتها. ونتذكر الزعماء اللي كان لهم موقف غير مشرف مع القضية الفلسطينية ولا يزال مستمرين، وأيضا يذكر التاريخ أصحاب البطولات اللي ضحوا، لا سيما الجيش العراقي البطل. نعم. عندما وصل إلى مرحلة تحرير فلسطين لولا الخيانة اللي حدثت من زعماء بعض الدول في تلك الفترة. نعم، فلسطين تتعرض للخيانة، ولكن تبقى المقاومة الصامدة ويبقى الرجال الشرفاء هم سند وعون لحتى تتحرر أرضنا المقدسة فلسطين. وكما تحدثت قبل لحظات، نعم، ما كان طوفان الأقصى إلا وبداية نهاية إسرائيل مع من وراءها أمريكا ودول الغرب إن شاء الله. طبعا أعود مع الدكتور أسامة. دكتور أسامة، حديث مهم. قبل اليوم صباحا صرح وزير الدفاع للكيان الصهيوني أنه حزب الله قرر المشاركة في القتال. هل هذا التصريح نعتبره واقعي أو يريد يكسب تعاطف غربي كبير آخر، يريد يكسب ممكن دعم عسكري من الولايات المتحدة؟ طبعا من الواضح أن العدو الإسرائيلي يريد جرب قدم الولايات المتحدة الأمريكية إلى المواجهة المباشرة. والولايات المتحدة الأمريكية هي مشتركة مباشرة في هذه المواجهة، ولكن لا تريد أن تدفع دما. هو يريد أن يأتي بالقوات الأمريكية وأن يجعل الطيران الأمريكي يساهم في حملات الطائرات وإلى ما هنالك. يعني يريد من الأمريكي أكثر من التمويل والإمداد بالقنابل التي تقتل الأبرياء، يريد انخراط مباشر للقوات الأمريكية، وهذا ما لا تريده إدارة بايدن ولا سواها. لا توجد أي إدارة تريد أن تنخرط في مثل هذا الصراع الذي قد يتدحرج لكي يصل إلى صراع إقليمي ذو أبعاد دولية. إذا يعني دخل في الأمر كل محور المقاومة في اليمن، في العراق، في جمهورية إسلامية إيرانية، في لبنان، فهذا تحول إلى صراع إقليمي ذو أبعاد دولية، وممكن أيضا يتدحرج إلى نمط من أنماط المواجهة الدولية، لأننا نتحدث عن باب المندب وهرمز اللذين يمر بهما خطوط الطاقة والكثير من التجارة الدولية ومصالح الهامة للاقتصاد العالمي.
فإذا الأمريكي لا يريد، الإسرائيلي يحاول استعطاف الأمريكي بأنه يتعرض لموقف خطير جدا، لأنه يتعرض إلى فكي كماشة. والحقيقة لا يوجد لحد الآن ما يؤشر بأن حزب الله يعني قد قرر ساعة الصفر لدخول هذه العملية. هناك عمليات تحذيرية، هناك عمليات مشاغلة للاحتلال لكي لا يبقي ولا يستطيع أن يلقي بثقله على قطاع غزة، ولكن لحظة الصفر لم تمتحن بعد. وإذا تراجع العدو الإسرائيلي عن غيه وعدوانه، قد يكون من الممكن تجنب اشتعال حريق إقليمي، من الممكن أن يؤدي إلى انهيارات متتابعة على عدد من الجبهات في حالة السكون أو يعني الهدوء الموجودة على هذه الجبهات. ولكن طبعا الإسرائيلي يجد أن الطريق قد سد أمامه، هو من مصلحته توسيع المعركة لأنه لوحده غير قادر على القيام بها. هو يريد أن يجعل من جرائمه في غزة مغطاة بتحالف مع الغرب، مع القوى الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، يريد أن تضيع هذه الجرائم ما بين طيران العدوان الإسرائيلي والطيران الأمريكي لكي يحصل هذا الغطاء العسكري الذي يريده أمميا على مستوى الأمم المتحدة وعلى مستوى الرأي العام العالمي. نعم أستاذ خالد، أعود أيضا من كلام الدكتور أسامة، هل تتوقع دخول أمريكي مباشر بالقتال، مثلا بقصف طائرات، ممكن مشاركة برية مع الكيان الصهيوني بهذا الموضوع، أو اليوم أنه بايدن متخوف انتخابات ممكن ستكون قريبة، تعرف أنت الرئيس اللي يدخل بحروب الولايات المتحدة الأمريكية على الأرجح أنه ما يفوز بولاية جديدة، تتوقع دخول الولايات المتحدة الأمريكية على الأرض؟ أستاذ ظفر، بداية وملاحظة ذكرها الدكتور أسامة، إسرائيل حاليا تسعى لتوسيع ساحة المواجهة حتى يكون هناك خلط بالأوراق، بأنه اليوم العرب بإجماع هجموا علينا وتطلب استعطاف الرأي العام العالمي لنجدتهم لمساعدتهم، وبهذا يكون فرصة لأمريكا والدول المتحالفة مع أمريكا اللي تعمل ضد الإنسانية ولاحظناها وصرحها حتى تدخل في مواجهة لهذه المعركة. ولكن اليوم المقاومة الأساسية في غزة، لأنه وكما نبين للجميع أن هناك تهديد من إسرائيل بشأن هجوم بري باجتياح غزة، نقول لهم سبق أن أردت أن تلعبوا لعبة أكبر منها وبمساعدة أطراف أخرى، أنه توزيع أبناء غزة على الأقطار العربية صحيح. وأن تستقبلها. لكن القرار كان إلى رد قوي وكان إلى مواجهة صلبة، بأنه يبقى أبناء غزة وأبناء غزة صامدون. وهذا القرار إجا أولا من داخل غزة بأنه رفضوا أن يتركون أرضهم ويتمسكون بها، ولبعض الدول اللي أيضا رفضت من ضمن العراق أن احنا ندافع عن أبناء غزة وغزة وهي في غزة. إذن نعم. أمريكا أيضا تسعى، ولكن كما تحدثت قبل لحظات لاحظنا في خطاب الرئيس الأمريكي استعطاف للشعب الأمريكي أنه ساعدونا أقفوا معنا، اليوم لدينا أعداء أوكرانيا العفو روسيا وإيران وما كذا وبعض الدول اللي هي يدعي أنه دعمهم للإرهاب الموجود الإرهاب العالمي، وهم يدعمون المقاومة في حماس وفلسطين، وهم يدعمون روسيا على أوكرانيا، وهم يدعمون حزب الله في لبنان. احنا نقول له احنا يا اسمعوا يا غرب، انه هاي قضيتنا وهذا مصيرنا، هذا محور جهادنا الاسلامي، انه تحرير بيت المقدس، هذا لا 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 خلاف عليه على كافه نعم. الدول الاسلاميه. فعلى اسرائيل ولهم نقول لهم ساحه توسيع ساحه المعركه، احنا اليوم نرى نهايتكم قربت، ونرى ايضا الاوضاع اللي راح تحدث بامريكا، نتوقع أن يكون هناك ثورات راح تحدث بأمريكا باعتبار فشل أو انهيار اقتصادها العالمي، واللي تغطيه بالحروب وتغطيه بالعمليات الدساسية لبعض الدول اللي تتأمل أنه مشروعها ينجح. اليوم أمريكا معرضة أن يكون هناك بها ثورات ومهجات مسلحة في أمريكا، فإسرائيل نقول قرب نهاية إسرائيل باعتبار من يدعمها بالخارج هم أيضا راح يتعرضون إلى انهيار، وانهيار أمريكا تحدث عنها
احد يعني الولي الامام الخامنئي قال ارى انه امريكا اصبحت على حافه الانهيار. نعم. وهذا ما عكس على اسرائيل ان ارادت ان توسع ساحه المعركه حتى تنجد بايدن من القرارات اللي من خلالها اصبح هو افشل رئيس امريكي دخل او تولى هذه الولايه. وابسط حاله كان ترامب اللي هو كان سابقه يقول لو كانت ولايتي لتغيرت امريكا. صحيح. يعني هم كلهم بدا ينقدون السياسه الامريكيه الخارجيه. نعم. اعود مع الدكتور اسامه. دكتور اسامه اريد استثمر اليوم كحضرتك سوري وكل الحب والتحيه اليوم لسوريا ولشعب سوريا ولحكومه سوريا. التحيه لكم ولحكومه وشعب العراق الشقيق. الله يحفظك. اليوم سوريا من سنوات كانت في ازمه، الحمد لله خرجت من هذه الازمه ونتمنى التعافي السريع لهذه الدوله المهمه في المنطقه. يعني سوريا مو مثل القوه الكبيره اللي كانت قبل 20 سنه 25 سنه، وان شاء الله تعود اقوى سوريا. لماذا تصريحات الكيان الصهيوني دائما متخوفه من الجانب السوري؟ هل ممكن نشاهد مفاجاه من الجانب السوري تجاه القضيه الفلسطينيه واتجاه اليوم في اليوم احنا في وقت الازمه في طوفان الاقصى؟ سيدي الكريم، انا لا اعتقد ان سوريا اضعف من السابق ولا اي دوله عربيه عندما تمتلك الاراده يكون هناك ضعف، ولكن فيما يتعلق بسوريا لا يزال هناك جيش ارهابي من حوالي 70,000 ترك احتياطا استراتيجيا لمثل هذه الحاله. موجود طبعا في محافظه ادلب وما حولها، هو خنجر ترك في الجسم السوري ويحمى امريكيا وتركيا لاستثماره في مثل هذه الحاله. لمنع سوريا من ان تكون معادلا استراتيجيا للكيان، وايضا فضلا عن الاحتلال الامريكي في المناطق الشماليه الشرقيه. ولكن اعتقد انه حتى في الضفه الغربيه سيدي الكريم قادرين على ان يصنعوا المعجزات. راينا كيف في معركه سيف القدس عندما تحرك الجميع، ولم تكن حماس انذاك قد دخلت بثقلها العسكري، ولكن تحرك القطاع وتحركت الضفه وتحرك فلسطينيو الاراضي المحتله عام 1948، فسببوا حاله من الشلل للكيان الاسرائيلي. هؤلاء لوحدهم مع ضروره ان يلتزم كل العرب بدعمهم بكل شيء ممكن، ولكن لوحدهم على كل حال هم باستطاعتهم ان يحدثوا فرقا كبيرا، فما بالك اذا تدخل حزب الله في هذه المواجهه او تدخلت سوريا في هذه المواجهه اذا تطلب الامر واذا وصلت الامور الى حد اتخاذ هذا القرار من قبل اطراف محور المقاومه التي لديها قرار طبعا منسق ومشترك في الازمات الكبرى. طبعا هنا نتحدث نحن عن سياق الحقيقه بذل فيه مئات مليارات الدولارات وسقط بفضل دماء الفلسطينيين. يعني عندما تخرج المظاهرات في القاهرة وفي كل أنحاء جمهورية مصر العربية وتقول يا نصر الله يا حبيب اضرب اضرب تل أبيب، لك أن تتخيل سيدي هذا السياق الذي يعني شغل فيه مئات من دعاة وشيوخ الفتنة لكي يخلقوا هذا الشرخ في جسد الأمة الإسلامية كيف سقط بفضل الدم الفلسطيني. ولذلك اليوم عادت البوصلة إلى حقيقتها، ويجب على الكل أن يدركوا بأن العدوان قائم على كل من ينتمي إلى هذه الأمة مهما كان لونه ومهما كانت شريحته ومهما كانت طائفته. لذلك يجب على كل الأمة بأن تكون لديها رد الفعل المناسب أمام هذا العدوان، وأن يعني تخرج من حالة الصمت. الحقيقة بعض الأنظمة للأسف، لن ندخل في لعبة الأسماء، هناك من حسن موقفه وكان موقفه يعني إلى حد ما جيدا بقياس على ما سبق، ولكن بعض الأنظمة اخرجوا من حالة مثل منه؟ السجان مات والقيد انكسر، ومن كسره هو محور المقاومة. اليوم أمريكا لا تستطيع أن ترهبكم لأنها دكتور أسامة مثل منه حسن خطابه؟ عذرا للمقاطعة، أي نظام حسيت أنه أكو تحسن للخطاب بعد ما كان نظاما ممكن خائف من قوة، حسن خطابه دعما للقضية الفلسطينية، أي نظام مثلا؟ يعني الحقيقة الموقف الحاسم المعادي أو المانع للترانسفير هو موقف إيجابي. طبعا هو مبني على مصلحة وطنية لهذه الدول التي اتخذت هذه المواقف بكل تأكيد، ولكن هذا ما قلناه دائما أنه عندما نهمل المصلحة الفلسطينية سوف تتضرر مصلحتنا حتى ضمن الحدود، حدود سايكس بيكو. لا يمكن فصل المسارات عن بعضها والقضايا عن بعضها والساحات المقاومة عن بعضها.
ولذلك عندما نتحدث عن الأمن الوطني فهو مرتبط حكما بالأمن القومي، والقضية الفلسطينية هي أكبر مشكلة تصيب الأمن القومي العربي ويجب أن يكون لها تصدي جماعي. الأمريكان وحتى بعض الإسرائيليين يقولون هذا ما جنيتموه من إهمال حل الدولتين، من إهمال حقوق الشعب الفلسطيني. نعم. أنتم تعتقدون أنه يمكن أن يكون هناك شعب أن ينام على الضيم ما دام في عرق ينبض؟ هذا لن يكون، وبالتالي فهذه المعركة سوف تتجدد. والعنف الذي يقوم به الإسرائيلي اليوم، الدم الذي الطاهر الذي يسقي به أرض فلسطين، لن ينبت إلا غضبا في جيل آخر وجيل ثاني وثالث، إذا قيض لإسرائيل أن تشهد الأجيال القادمة. ولذلك إذا لم يكن هناك، طبعا الأمريكي والغربي بشكل عام يريد لهذا الصراع أن يستمر، لأن مهمة إسرائيل، على فكرة إسرائيل، هؤلاء اليهود الذين حشروا حشرا في هذا المكان هم محاربون بالوكالة، هم دفعوا من قبل الغرب لكي يقتلوا لأجل المصالح الغربية، وهذا ما لا يدركه كثيرون. ولذلك هؤلاء يعني عليهم أن يدركوا أن الحد الأدنى الذي يمكن أن يحافظ لهم على السلام الذي ينشده بعضهم طبعا ولا يقومون بمتطلباته، هو العودة إلى حل الدولتين على الأقل، لأن الإهمال والظلم الذي الشنيع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني لن يولد إلا مزيدا من الثمر جيلا بعد جيل. نعم طبعا أيضا نحن عندما نتحدث عن السلطة الوطنية، الحقيقة الإسرائيليون يعني همشوها إلى درجة تحولت إلى يعني ما يشبه يعني مسار السخرية للأسف. هذه السلطة كان يمكن أن تكون شريكا ولو في الحد الأدنى، ولكن هم أضعفوها وهم انتهكوها وهم همشوها إلى حد لم تستطع أن تكون إلا متفرج على الأحداث. مع الأسف. أعود للأستاذ خالد الطائي الخبير الاستراتيجي. أستاذ خالد، تكلمنا ممكن على اليوم، أنا متقصد لا أذكر هذه الدول، لأن اليوم بخطابات حماس أو خطابات القسام دائما يشكرون سوريا العروبة، يشكرون لبنان المقاومة، يشكرون الجمهورية الإسلامية في إيران. خلي اليوم نفتح الملف الإيراني. قبل عملية طوفان الأقصى بأيام قليلة، المرشد الأعلى للثورة الإسلامية السيد الخامنئي نشر تغريدة إسرائيل تحتضر، وبعدها بأيام بسيطة صارت اليوم طوفان الأقصى. الآن الأمريكان، الاتحاد الأوروبي، الكيان الصهيوني منشغل بحربه مع المقاومة الفلسطينية، ولديه عين ثانية ينظر إلى المواقف الإيرانية. شنو سر هذا الخوف الكبير اليوم من الموقف الإيراني أو ممكن الدخول الإيراني؟ دائما إيران هددت بموضوع أنه إذا دخل الكيان الصهيوني برا إلى غزة سيكون موقف آخر لمحور المقاومة. تحدثت قبل لحظات أنه بايدن يحاول دائما يركز أنه إيران وراء كل دعم للمقاومة، وهما يسميه بالإرهاب، لكن اليوم انكشف أصبح أمريكا الإرهاب وإسرائيل الإرهاب. وأستاذ ظفر، هناك في هذه المعركة أكو نقاط قوة حصلت، أولى هذه النقاط القوة كان يدعون أنه إسرائيل القبة الحديدية ولن تخترق ولا يمكن اختراقها أمنيا. عاصفة الأقصى أفشلت هذه الذريعة، يعني اليوم أصبحت إسرائيل اللي كان تدعي أنهم قادر على مواجهة العرب بأكملهم، هي غير قادرة على مواجهة أبناء غزة اللي هي مساحتها كلها تقريبا 40 كيلومتر بهذه المكان. واجهت إسرائيل بعظمة إسلاحها وبعنجهيتها. لاحظنا وملاحظة أخرى مهمة جدا، يعني نعم. إسرائيل كانت تعتقد أنه غزة يمكن أن تحسم بساعات، وإحنا اليوم باليوم يمكن 15، والمواجهة القوية تتجدد وتتزايد أكثر فأكثر. لاحظنا أنه هناك إجماع، يعني أستاذ خالد، إحنا خلال كلامنا الآن قصف صاروخي للمقاومة الإسلامية يستهدف تل أبيب، الحمد قصفت لله. مناطق صناعية في تل أبيب. إحنا خلال حديثنا قاعد تنزل الأخبار العاجلة. وهذا ما يؤكد كلامي أنه تقول تزايد، وإنما صمود والمواجهة تتزايد على إسرائيل، وإفشال ما كان قبل خطط الحكماء المتخاذلين وبعض الأنظمة أنه اليوم إسرائيل ترسانة ولا يمكن مواجهته، أفشله هذا وسقط هذا القناع اللي دعم المقاومة أكثر. لاحظنا
أنه الجماهير في أغلب البلدان العربية والأقليمية نعم. خرجت بمساندة إلى المقاومة الفلسطينية وتطالب بمحاكمة إسرائيل وتدعم القضية الفلسطينية ودولة فلسطين. والأهم من كل هذا هو دعم الجمهورية الإسلامية إلى المقاومة اللي أرادت دول الخذلان أن تضعف هذه الدول القريبة من إسرائيل واللي هي كانت لبنان وسوريا والعراق صحيح. اللي هي فعلا. مواجهة كانت وهي الدول اللي أكثر إصرار على تحرير أرضنا المقدسة من الاحتلال الإسرائيلي. اليوم كل الأقنعة سقطت والمواجهة من نقول إسرائيل تعتذر مو عن اعتباطا عن هذه المقاومات. يعني نتوقع الأيام القادمة أن استمرت وكما يدعي نتنياهو أنه في إحنا حرب راح تصير طويلة أمد، نتوقع أن يكون هناك إجلاء لكل ما يمد الكيان الصهيوني في هذه الدول من غلق سفارات من مغادرة أذنابهم في هذه الدول. يعني نتوقع أن شكو إسرائيل بنت علاقات خلال فترة من منذ الاحتلال واللي حد الآن راح ينتهي هذا اللي يسمونه هم يسمونه الجاز. أستاذ خالد، يعني اليوم نحكي على طار السفراء، مصر محتفظة بالسفير والمغرب والأردن والبحرين والإمارات، نروح نشوف الموقف الكولومبي في أمريكا اللاتينية في قارة أخرى بعيدة عن المنطقة، طردت السفير الصهيوني. اليوم شنو هذا الخذلان هذا اللي احنا بدنا نعيشه؟ استاذ ظفر، تلاحظ فرق بين رئيس دوله عربيه المفروض الى موقف ورئيس كوريا الشماليه اللي يهدد بالضبط انه صواريخي على اهم الاستعداد لضرب الكيان او ضرب اي دوله راح تساند اسرائيل. هاي المواقف بدات يعني تنمي وتتوسع. دعنا من هؤلاء القله اللي هم اصبحوا في حراج، لان هؤلاء مرتبطين مع اسرائيل بمصالحهم وهم معينين لهذه الغرض. نعم استاذ خالد، خلي اعود مع الدكتور اسامه. دكتور اسامه، بقت دقيقتين تقريبا. انه الان تصريح لنائب الامين العام لحزب الله انه الدخول البري الاسرائيلي الى غزه سيكون مقبره للعدو، وليس امامنا الا النصر وليس امامهم سوى الهزيمه. تهديد وتحذير شديد اللهجه من المقاومه الاسلاميه في لبنان اتجاه الكيان الصهيوني، هل سيغامر الجيش الصهيوني بالدخول برا الى غزه؟ اعتقد ان هذه المعادله قائمه منذ بضعه ايام، انه اذا كان هناك سعي لدخول غزه او القيام احداث الترانسفير التهجير الجماعي خارج حدود القطاع، او كان هناك ايغال بالإجرام بطريقة وحشية أكثر مما تم حد الآن، فهذا الأمر سوف يؤدي في النهاية إلى فتح الجبهة الشمالية مع لبنان. لذلك أعتقد أن هذا اليوم تحذير جديد. وعندما قال وزير الخارجية الإيراني عبد اللهيان بأن المنطقة تغلي وهي على برميل بارود، فهو كان يعني هذا الأمر بكل تأكيد، وهذا يعني حتى سرب عن بايدن أنه حذر إسرائيل من أن تستفز حزب الله لكي يدخل في هذه المواجهة. هو طبعا بهذه الحالة سوف يفرض على أمريكا موقف معين، ولكن هي تستطيع طبعا بمروحة واسعة جدا من الضغوط أن تكبح جماح الكيان عن أن يدخل في مثل هذه المواجهة. وأعتقد أن يعني أساسا حتى لو لم يكن هناك فتح لجبهة أخرى، هذه يعني المغامرة الإسرائيلية العسكرية سوف تكون مقبرة لجيش العدو. نحن نتحدث عن حرب مدن غير مسبوقة في تاريخ أي جيش. سوف يواجه الجيش الإسرائيلي الجبان، أقول الجبان لأن هذا الأمر مبني على أمور ومعطيات سيكولوجية. اولا يعني في عجاله ساذكر لك هذا الامر. نعم، سيدي فضل. اولا يعني في هناك ما يطلق عليه علم الاخرويات الاسكاتولوجيا. الاسكاتولوجيا هي كيف ينظر كل دين للنهايه، نهايه الزمان وما بعد الموت ولا ما هنالك. في الاسكاتولوجيا اليهوديه لا يوجد لا جنه ولا نار، هناك صمت حول مستقبل الانسان بعد موته. لذلك تاريخيا القرآن الكريم يقول بما معناه لكي لا نخطئ في الآية الكريمة: لا يقاتلونكم إلا من في قرى محصنة أو من وراء جدر. فهم تاريخيا هم يكرهون الموت، تحداهم القرآن وقال لهم تمنوا الموت إن كنتم صادقين. واليوم هم أكثر جبنا، لأن حتى الدافع العنصري
يعني الاستعماري الإسرائيلي هو أضعف من السابق، لأن النزوع القومي قد يعني تراجع في كل أنحاء العالم، ولذلك أعتقد أنهم أجمل من أن يكونوا في مواجهة من منزل إلى منزل ومن شارع إلى شارع. هم سوف يعانون كثيراً وسوف يهزمون، ويعني تحت غزة مدينة أخرى من الأنفاق، وأبطال غزة قادرون في المواجهة البرية أكثر من المواجهة الحالية، ويبقى دكتور أسامة الإسرائيلي سوف تغل، لأنه سوف يخشى من حوادث الأميسايد كما تسمى، قتل الصديق عندما يكون هناك حالة اشتباك. نعم دكتور أسامة، يعني حتى بدون توسيع الجبهات هذه المغامرة بإذن الله، يعني إذا خاضها الإسرائيليون بإذن الله سوف تكون مقبرة لهم إن شاء الله، مقبرة كبيرة ستكون للكيان الصهيوني وللداعمين. كل التحية والشكر لك دكتور أسامة دنور الباحث بالشأن السياسي من سوريا، وكل الشكر والتحية إلى الأستاذ خالد الطائي الخبير الاستراتيجي. طبعا قبل الختام أحبة المشاهدين، اليوم لما نتكلم ويطلع رئيس وزير الدفاع الصهيوني يقول أنه في غزة هم حيوانات بشرية ممكن يصيرون عنصريين ضد أعدائهم، إحنا بنظرهم إحنا ناس إرهابيين، المقاومين إحنا ناس إرهابيين بنظرهم، ولكن اليوم مثال ودليل على العنصرية الصهيونية. اليوم لما وصل بايدن الأبيض الأشقر أبو عيون ملونة، نتنياهو أخذ بالأحضان، بس لما وصل رئيس الوزراء البريطاني صاحب الأصول من الأصول الهندية، تعرف لون أسمر وهذه الأمور، إحنا ما عندنا فرق بهذه الأمور، حبي قبله رئيس الوزراء البريطاني يقبل نتنياهو، نتنياهو بعد نفسه عن هذا الرئيس الوزراء المتملق للكيان الصهيوني. فاليوم نهاية أي نظام عنصري هو النهاية، يعني نهاية تكون نهاية العار والذل والموت، مثل ما شاهدنا النظام العنصري اللي كان موجود في جنوب أفريقيا. فدور الأيام ممكن عندكم ترسانة من السلاح النووي وغيرها والأسلحة المحرمة دوليا، ولكن النهاية دائما ستكون نهاية سعيدة بإذن الله بزوال الكيان الصهيوني الغاصب. إلى هنا تنتهي تغطيتنا لهذا اليوم، نلتقيكم بتغطيات أخرى، وقناة الأيام مستمرة دائما مع طوفان الأقصى.